السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. ونتكلم النهاردة عن بروفين أقراص لعلاج ومضاد للالتهابات. بروفين أقراص دواء مضاد للالتهابات، ويحتوي على المادة الفعالة باراسيتامول ومادة إيبوبروفين، وتعمل هذه المواد على خفض الحرارة ومضادات الالتهابات. كما أن إيبوبروفين من المضادات غير الاسترويدية والتي من وظائفها خفض الحرارة وتسكين الآلام. دواء استعمال الدواء: يستعمل الدواء لعلاج كل حالات الحمى، وكذلك مسكن للآلام وخافض للحرارة، كما يستعمل للتخفيف من أعراض وآلام نزلات البرد القوية وحالات الأنفلونزا. ويستخدم الدواء في التخفيف من آلام الخفيفة إلى المتوسطة، مثل آلام الصداع والأسنان والآلام بعد العمليات الجراحية وآلام العضلات والهيكل العظمي. الجرعة وطريقة استعمال الدواء: يتم تحديد جرعة اعتيادية قرص واحد 3 مرات خلال اليوم. لا ينصح بإعطاء الدواء للأطفال أقل من 12 عام. الآثار الجانبية للدواء: من المحتمل أن يتسبب الدواء في شعور بالغثيان وإحساس بالقيء وإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي وأعراض ستيفن جونسون. ومن الممكن أن يتسبب الدواء في أي أعراض أخرى، وفي حالة ظهور أي أعراض غير مذكورة سابقا يجب إخبار الطبيب فورا. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول الدواء إذا كنت تعاني من فرط الحساسية تجاه أحد مكونات الدواء أو أي مكون من مكونات الدواء الأخرى. لا يجب استعمال الدواء للمصابين بقصور في وظائف الكبد وحالات مرضى الربو وقرحة المعدة النشطة، ولا ينصح باستخدامه لمن يعاني من مشاكل في القلب مثل احتشاء عضلة القلب، وكذلك المصابين بنزيف في المخ. يمنع استعمال الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة، وفي حالة كنت حامل أو تخطط للحمل يجب إعلام الطبيب قبل وصف الدواء. لا يستخدم الدواء إذا كنت تتناول أي دواء آخر أو كنت تحت إشراف الطبيب إلا بعد إعلام الطبيب المعالج بذلك. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. ونتكلم النهاردة عن بروفين أقراص لعلاج ومضاد للالتهابات. بروفين أقراص دواء مضاد للالتهابات، ويحتوي على المادة الفعالة باراسيتامول ومادة إيبوبروفين، وتعمل هذه المواد على خفض الحرارة ومضادات الالتهابات. كما أن إيبوبروفين من المضادات غير الاسترويدية والتي من وظائفها خفض الحرارة وتسكين الآلام. دواء استعمال الدواء: يستعمل الدواء لعلاج كل حالات الحمى، وكذلك مسكن للآلام وخافض للحرارة، كما يستعمل للتخفيف من أعراض وآلام نزلات البرد القوية وحالات الأنفلونزا. ويستخدم الدواء في التخفيف من آلام الخفيفة إلى المتوسطة، مثل آلام الصداع والأسنان والآلام بعد العمليات الجراحية وآلام العضلات والهيكل العظمي. الجرعة وطريقة استعمال الدواء: يتم تحديد جرعة اعتيادية قرص واحد 3 مرات خلال اليوم. لا ينصح بإعطاء الدواء للأطفال أقل من 12 عام. الآثار الجانبية للدواء: من المحتمل أن يتسبب الدواء في شعور بالغثيان وإحساس بالقيء وإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي وأعراض ستيفن جونسون. ومن الممكن أن يتسبب الدواء في أي أعراض أخرى، وفي حالة ظهور أي أعراض غير مذكورة سابقا يجب إخبار الطبيب فورا. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول الدواء إذا كنت تعاني من فرط الحساسية تجاه أحد مكونات الدواء أو أي مكون من مكونات الدواء الأخرى. لا يجب استعمال الدواء للمصابين بقصور في وظائف الكبد وحالات مرضى الربو وقرحة المعدة النشطة، ولا ينصح باستخدامه لمن يعاني من مشاكل في القلب مثل احتشاء عضلة القلب، وكذلك المصابين بنزيف في المخ. يمنع استعمال الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة، وفي حالة كنت حامل أو تخطط للحمل يجب إعلام الطبيب قبل وصف الدواء. لا يستخدم الدواء إذا كنت تتناول أي دواء آخر أو كنت تحت إشراف الطبيب إلا بعد إعلام الطبيب المعالج بذلك. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. ونتكلم النهاردة عن بروفين أقراص لعلاج ومضاد للالتهابات. بروفين أقراص دواء مضاد للالتهابات، ويحتوي على المادة الفعالة باراسيتامول ومادة إيبوبروفين، وتعمل هذه المواد على خفض الحرارة ومضادات الالتهابات. كما أن إيبوبروفين من المضادات غير الاسترويدية والتي من وظائفها خفض الحرارة وتسكين الآلام.
دواء استعمال الدواء استعمل الدواء لعلاج كل حالات الحمى وكذلك مسكن للآلام وخافض للحرارة، كما يستعمل للتخفيف من أعراض وآلام نزلات البرد القوية وحالات الأنفلونزا، ويستخدم الدواء في التخفيف من آلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل آلام الصداع والأسنان والآلام بعد العمليات الجراحية وآلام العضلات والهيكل العظمي. الجرعة وطريقة استعمال الدواء، يتم تحديد جرعة اعتيادية قرص واحد 3 مرات خلال اليوم. لا ينصح بإعطاء الدواء للأطفال أقل من 12 عام. الآثار الجانبية للدواء، من المحتمل أن يتسبب الدواء في شعور بالغثيان وإحساس بالقيء وإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي وأعراض ستيفن جونسون، ومن الممكن أن يتسبب الدواء في أي أعراض أخرى. وفي حالة ظهور أي أعراض غير مذكورة سابقا، يجب إخبار الطبيب فورا. موانع استعمال الدواء، يمنع تناول الدواء إذا كنت تعاني من فرط الحساسية تجاه أحد مكونات الدواء أو أي مكون من مكونات الدواء الأخرى. لا يجب استعمال الدواء للمصابين بكسور في وظائف الكبد وحالات مرضى الربو وقرحة المعدة النشطة، ولا ينصح باستخدامه لمن يعاني من مشاكل في القلب مثل احتشاء عضلة القلب وكذلك المصابين بنزيف في المخ. يمنع استعمال الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة، وفي حالة كنت حامل أو تخطط للحمل يجب إعلام الطبيب قبل وصف الدواء. لا يستخدم الدواء إذا كنت تتناول أي دواء آخر أو كنت تحت إشراف الطبيب إلا بعد إعلام الطبيب المعالج بذلك. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. هنتكلم النهاردة عن بروفين أقراص لعلاج ومضاد للالتهابات. بروفين أقراص دواء مضاد للالتهابات، ويحتوي على المادة الفعالة باراسيتامول ومادة إيبوبروفين، وتعمل هذه المواد على خفض الحرارة ومضادات الالتهابات. كما أن إيبوبروفين من المضادات غير الاسترويدية والتي من وظائفها خفض الحرارة وتسكين الآلام. دواء استعمال الدواء، يستعمل الدواء لعلاج كل حالات الحمى وكذلك مسكن للآلام وخافض للحرارة، كما يستعمل للتخفيف من أعراض وآلام نزلات البرد القوية وحالات الأنفلونزا، ويستخدم الدواء في التخفيف من آلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل آلام الصداع والأسنان والآلام بعد العمليات الجراحية وآلام العضلات والهيكل العظمي. الجرعة وطريقة استعمال الدواء، يتم تحديد جرعة اعتيادية قرص واحد 3 مرات خلال اليوم. لا ينصح بإعطاء الدواء للأطفال أقل من 12 عام. الآثار الجانبية للدواء، من المحتمل أن يتسبب الدواء في شعور بالغثيان وإحساس بالقيء وإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي وأعراض ستيفن جونسون، ومن الممكن أن يتسبب الدواء في أي أعراض أخرى. وفي حالة ظهور أي أعراض غير مذكورة سابقا، يجب إخبار الطبيب فورا. موانع استعمال الدواء، يمنع تناول الدواء إذا كنت تعاني من فرط الحساسية تجاه أحد مكونات الدواء أو أي مكون من مكونات الدواء الأخرى. لا يجب استعمال الدواء للمصابين بكسور في وظائف الكبد وحالات مرضى الربو وقرحة المعدة النشطة، ولا ينصح باستخدامه لمن يعاني من مشاكل في القلب مثل احتشاء عضلة القلب وكذلك المصابين بنزيف في المخ. يمنع استعمال الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة، وفي حالة كنت حامل أو تخطط للحمل يجب إعلام الطبيب قبل وصف الدواء. لا يستخدم الدواء إذا كنت تتناول أي دواء آخر أو كنت تحت إشراف الطبيب إلا بعد إعلام الطبيب المعالج بذلك. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.